لربما كان سيكون لها شأن آخر لولا حياتها الخاصة، والتي يبدو أنها كانت سبباً رئيسياً في ابتعادها عن ساحة الفن، فلم تكن متواجدة بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت تعتبر من المطربات التي يمتلكن تاريخاً ثميناً، حيث قامت بغناء 3000 أغنية في الوقت الذي كانت منشغلة فيه بشكل كبير مع أسرتها. إنها الفنانة المصرية سعاد محمد. سعاد محمد كانت تحمل الجنسية المصرية واللبنانية، حيث ولدت لأب مصري وأم لبنانية، وبدأت مسيرتها الفنية في القاهرة. وقد تزوجت 3 مرات طوال حياتها، وكانت حصيلة تلك الزيجات 10 أبناء أنجبتهم من زوجها الأول والثاني، وأما الزوج الثالث فقد انفصلت عنه سريعاً ولم تنجب منه. كان لهذا الصوت الطربي والمميز عشاق من نوع خاص، فقد وقع في غرام صوتها الملوك والرؤساء، فقد كانت سعاد محمد هي المطربة التي كان يعشقها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات. وأكبر دليل على هذا الأمر إصداره لقرار خاص باستمرار حفلاتها بعد 12 ليلاً، على الرغم من أنه كان يمنع استمرار الحفلات لبعد هذا الوقت بعد حرب أكتوبر. وبالفعل تم غلق الستار في إحدى الحفلات المذاعة على التلفزيون أثناء غناء فائزة أحمد، لكن أثناء إحياء سعاد محمد لحفل لصالح الجالية اللبنانية في مصر عام 1976، فوجئ مسؤولو الحفل باتصال من الرئيس السادات شخصياً يأمر بعدم إغلاق الستار واستمرار سعاد محمد في الغناء، فاستمرت تغني حتى 3 صباحاً. كذلك كانت هي المطربة التي كان يفضل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الاستماع إليها، كما كان الملك الحسن الثاني ملك المغرب يحرص على دعوتها في كل مناسبة، وقام بمنحها وسام النجمة. وعبرت الفنانة سعاد محمد في لقاء نادر لها عن شعورها بالحزن لعدم حصولها على حقها الكامل في التسويق لها إعلامياً، مثل ما كان الحال مع المطربة أم كلثوم، وقالت إنها تعرضت للظلم بشكل كبير، لأنه في الوقت الذي كان فيه الإعلام يساند أم كلثوم لم تجد هي حولها سوى جمهورها، ولم تحصل على حقها رغم موهبتها الكبيرة. فما هو برأيك سبب تجاهل الإعلام لسعاد محمد؟ وهل كان هناك من يقف وراء هذا الأمر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.